السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بجميع الحضور في حبل تدشين النطاقات العربية لدولة قطر. سوف نتطرق اليوم في عرضنا التقديمي إلى ثلاث محاور رئيسية. أولها إدارة نطاقات الإنترنت والتغيير التاريخي في نظام عناوين الإنترنت العالمية. نطاقات دولة قطر على الإنترنت. ما هي إدارة نطاقات الإنترنت وفوائد تميز واستخدام نطاقات الإنترنت في دولة قطر؟ دعم اللغة العربية في الإنترنت. المحور الثاني سنتحدث عن آلية عمل جديدة بالنسبة للنطاقات العلوية في دولة قطر ومراحل التسجيل هذا، وسنقوم بعرض نماذج لأول مرة ذات نطاقات الإنترنت العربية دوت قطر. أما المحور الثالث والأخير في كيفية الحصول على نطاق قطري ومرحلة التسجيل للجمهور، وآخرها كيفية الحصول على ترخيص كمسجل معتمد. منذ إنشاء الإنترنت تعتمد عناوين نطاقات الإنترنت وحتى وقت قريب على حروف اللاتينية مثل الدوت كوم والدوت نت وغيرها من باقي النطاقات. كانت هناك مجهودات كبيرة بذلت من قبل مجتمع الإنترنت التقني وهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الآيكان لتغيير نظام عناوين الإنترنت ليشمل لغات عالمية، وذلك لضمان التعدد اللغوي على الإنترنت. بالنسبة لحدث تدشين النطاق العربي دوت قطر فهو يوم تاريخي بالنسبة لنا، وبعد هذا التدشين ستتولى إدارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للاتصالات الإشراف على النطاقات العربية دوت قطر بالإضافة إلى النطاق اللاتيني دوت كيو أي. إن دولة قطر هي من أوائل دول العالم التي حصلت على مستوى النطاق العلوي باللغة العربية، فقام المجلس الأعلى للاتصالات بتقديم طلب الحصول على النطاق العربي دوت قطر من هيئة الآيكان، وفي نوفمبر 2010 وافق مجلس إدارة هيئة الآيكان على تفعيل النطاق العربي دوت قطر، وعلى تولي المجلس الأعلى للاتصالات القيام بمهام هذا الرمز الوطني. فإليكم مثال حي بالنسبة لموقع إدارة نطاقات الإنترنت سواء بالإنجليزية أو العربية. بالنسبة لتقسيم نطاقات الإنترنت فهي تنقسم إلى نطاقين، النطاق العربي دوت قطر والنطاق اللاتيني دوت كيو أي. بالنسبة للنطاق العربي فيكون بالشكل التالي، اسم الموقع ثم يكون دوت قطر. فإذا شفنا الأمثلة الموجودة هنا كما تلاحظون بالمثال الأول المجلس الأعلى للاتصالات، فإن المسافة في النطاق العربي تتعوض بالشرطة أو الداش، علما بأن جميع هذه المواقع المعروضة أمامكم هي مواقع بالفعل تم تشغيلها في المرحلة الأولى ويمكنكم تجربتها من الآن. فمن لديه أي آيفون أو أي جهاز فيه إنترنت يمكنه تجريب هذه المواقع وسيجدها تشتغل بالفعل. بالنسبة للنطاق اللاتيني فيحتوي على عدد من التقسيمات الرئيسية، بعضكم على علم منها، فالنطاق العلوي دوت كيو أي اللي هو اسم الموقع نيم دوت كيو أي لم يكن متاح التسجيل فيه من قبل، وسيتم إتاحة التسجيل تحت هذا النطاق للجميع. كما يوجد عدد من التقسيمات الأخرى على حسب نوعها مثل .gov.qa والeducation والschool. إدارة نطاقات الإنترنت هي إدارة حديثة تحت الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للاتصالات، وتتولى تطبيق وتطوير سياسات التسجيل والالتزام باعتماد أسلوب عمل يتيح التنافس وتوفير الخيارات وخدمات متعددة للمستخدمين. أيضا تعمل إدارة النطاقات وفق أسلوب التسجيل المركزي والمسجلين أو ما يسمى بالريجستري ريجسترار موديل، والقيام بترخيص مسجلين معتمدين. بالنسبة لموقع الإدارة فسيتيح إمكانية البحث عن النطاقات بسهولة وتحديد المسجلين المعتمدين المناسبين لإكمال إجراءات التسجيل. أيضا سيحتوي موقع الإدارة على كافة المعلومات المطلوبة عن كيفية الحصول على صفة المسجل المعتمد.
من فوائد النطاق القطري سواء كان بالعربي دوت قطر أو اللاتيني دوت كيو اي، فهو نطاقات تكون قطرية على الانترنت، يعني تعني هويتك وانتمائك للقطر، وهو نطاق معتمد عالميا. وعندما تحصل على نطاق دوت قطر أو دوت كيو اي ستقوم بتمييز المحتوى الإلكتروني الخاص بكم بحيث سيكون محتوى محلي صادر من دولة قطر. أيضا استخدامات النطاقات القطرية تعني زيادة الوجود القطري الفاعل على الانترنت. وميزة أخرى لاستخدام النطاقات القطرية سيسمح لكم باختيار اسم النطاق الذي تريدونه دون الحاجة لأسماء مبهمة أو مختصرة، والسبب أن النطاق جديد ويوجد به فرص أكثر من النطاقات الأخرى التي تم استخدامها، بالإضافة إلى أنك ستحافظ على أمن نطاقك في الإنترنت باستخدام نطاقات الإنترنت القطرية. سوف تساهم النطاقات العربية بشكل عام سواء كانت دوت قطر أو غيرها من النطاقات في ملء الفجوة الرقمية وإزالة عائق اللغة للمستخدمين الإنترنت العرب دون الحاجة لاستخدام اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة إلى نشر وتشجيع المزيد من المحتوى العربي على الإنترنت، وفرصة أيضا لتطوير تطبيقات وبرمجيات لدعم اللغة العربية على الإنترنت. بالنسبة لأسلوب عمل الإدارة فهي تعمل بأسلوب التسجيل المركزي والرجسترار، فوجود مسجلين معتمدين سوف يساهم بزيادة التنافس في توفير خدمة تسجيل النطاقات .qa و .قطر. ومن المهام الرئيسية للمسجلين هي توفير خدمة تسجيل النطاقات بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل استضافة المواقع للمستخدمين أنفسهم. هذا بالإضافة يمكن للمسجلين المعتمدين أن تكون لهم شبكة فرعية من الموزعين للقيام بنفس المهام الموكلة لهم. مرحلة التسجيل، المرحلة الأولى في نصف شهر مارس وهي اعتماد المسجلين من قبل إدارة النطاقات بالمجلس، وفي نصف أو عفوا بداية شهر مايو ستكون هي المرحلة الثانية لتسجيل الجهات الحكومية والرسمية، وستكون بما يقارب الشهر. المرحلة الثالثة هي للشركات وملكي العلامات التجارية، والمرحلة الرابعة فتح التسجيل للجمهور لنطاق .qa. أما المرحلة الخامسة الأخيرة فهي فتح التسجيل للجمهور لنطاق .قطر. وأود أن أذكر الفرق بين تسجيل النطاق العربي .قطر واللاتيني .qa، هي أن فترة تسجيل الشركات ومالكي العلامات التجارية مختلفة، حيث سوف تستغرق مدة أطول في .قطر لأن النطاق العربي هو نطاق جديد ولا توجد به أي تسجيلات حالية، فسوف يعني تعطى الفرصة لأصحاب العلامات والملكية التجارية لتسجيل الأسماء الخاصة بهم. بإمكانكم أيضا القيام بزيارة أول مواقع القطرية التي تستخدم النطاقات العربية مثل المجلس الأعلى للاتصالات دوت قطر أو حكومي دوت قطر بالعربي. بالنسبة لكيفية الحصول على النطاق دوت قطر أو دوت كيو اي، الجهات الحكومية والرسمية سواء كانت تعليمية أم عسكرية أم منظمات سيتم تسجيل مباشرة عبر إدارة النطاقات بالمجلس في شهر مايو، وأسماء الشركات والعلامات التجارية مثل ما تكلمنا سوف تكون في شهر يونيو. أما الأفراد فسيتم تسجيلهم عبر المسجلين المعتمدين فقط، وسوف تبدأ مرحلة التسجيل في أغسطس عام 2011. كيفية التسجيل بالنطاق ستكون سهلة جدا، فقريبا عندما يتم تدشين موقع تسجيل النطاقات رسميا سيكون بإمكان الجميع البحث عن توفر النطاقات المرغوب بها، وهذا يعني نموذج للصفحة، فممكن أن الواحد يحط فرضا الاسم الذي عفوا عايش can you go back one page please، ممكن يحط الاسم اللي هو يبغيه بالنسبة للصفحة
ونوع العلامة الدومين سواء كانت .qa أو .قطر. وبالنسبة للمنظمات أو الجهات الحكومية سيكون هناك متطلبات طبعا لتسجيل النطاق لهم تثبت أنهم ينتمون إلى هذا النطاق. في هذا اليوم ندعو يعني دعوة للجميع ما لديه الرغبة لاعتماد مسجلين محليين. فبالنسبة إلى المسجلين المعتمدين فهم شركاء مهمين لتشجيع التنافس وتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين وزيادة انتشار استخدام نطاقات قطر. ما هي فوائد الحصول على صفة المسجل المعتمد؟ تقديم خدمة تسجيل نطاقات الإنترنت والخدمات الإضافية مثل استضافة مواقع الإنترنت للمستخدمين مما يعني الاستثمار وزيادة الإيرادات. تقديم خدمة تسجيل نطاقات قطر يعني تقديم خدمة تنافسية مميزة للعملاء إضافة إلى الخدمات الأساسية الموجودة لديهم. أيضا سيتم إدراج اسم الشركة في قائمة المسجلين المعتمدين بموقع إدارة النطاقات الإنترنت إضافة إلى عرض بيانات المسجل عبر خدمة بيانات النطاقات الـ WHOIS. ويمكن استخدام شعار المسجل المعتمد في الترويج للخدمات المعروضة. بالنسبة للمسجلين المعتمدين يمكنهم التواصل بإدارة الشؤون الفنية في قطاع تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات على أي من الهواتف الموجودة أو زيارة الموقع المجلس الأعلى للاتصالات لأخذ أي معلومة أو تحديث مستمر على www.ict.gov.qa أو بالعربية المجلس الأعلى للاتصالات .قطر. وأشكركم لحسن استماعكم وأعطي الميكروفون للسيد رود رئيس هيئة الآيكان.